الأستاذ محمد بمثابة أخ بكل معنى الكلمة. إن شاء الله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. عملنا صداقة أنا وياه وعملنا علاقة إن شاء الله هيك تستمر دائما. مجد من الشباب اللطيفين جدا والفهمانين والكويسين. أنا كتير كتير انبسطت بمعرفته، كان عنصر فعال كتير بالمسلسل الحقيقة، وكان ضمن واجبه تماما، متعاون لماح، وانا بتمنى له كل الخير. وقدرنا انا وياه ولا شو شريكي قدرنا نعمل هيك، قدرنا نعمل شيء مستحيل. كان ممتاز الحقيقة. احنا ما انا ما كنت متوقع، وكنا خايفين انه نتعذب، بس مجد كان بمكانه تماما، ملتزم، يفعل بالضبط المطلوب منه. يعني انا فيني اقول، ما انه اول مرة، فيني اقول انه كان مهني، كان مهني كتير. بالنهاية نحن كلنا بنتمنى انه الشخصيات الشريرة او فكرة الشر بالعالم تندثر وتموت، اكيد يعني كلنا ما بنحب الاشخاص اللي بيكونوا بهاي القسوة وهي الجلافة.